كيف تستطيع كتابة معادلة في هذه الخلية من انطلاقا من الـ VBA؟ مثلا إذا أردت أن أكتب تعليم الجمع للخلايا من A1 إلى A5 في هذه الخلية دون أن أكتبها هنا بهذا الشكل sum من A1 إلى A5 وأقوم بإغلاق القوس، أريد أن أكتب هذه المعادلة دون أن أكتبها في ورقة العمل، أي أريد من البرنامج أن يضع هذه العلاقة في هذه الخلية عندما أقوم بتنفيذ إجراء معين. كيف أقوم بذلك؟ لاحظ معي هذه الطرق الثلاثة. يمكنك أن تقوم بجمع المجال من A2 إلى 5 بالشكل وتضعها في A1، تكتب range A1.value تساوي، تضع المعادلة بالكامل التي تستطيع كتابتها في الخلية ضمن إشارتي تنصيص. بهذا الشكل تستطيع القيام بهذا الإجراء تماما. إذن range A1.value تساوي إشارتي تنصيص وأي معادلة تستطيع استخدامها في ورقة العمل. الطريقة الثانية لا تحتاج إلى كتابة value، إنما تكتب تساوي ومن ثم المعادلة ضمن إشارتي التنصيص. الطريقة الثالثة هي range A1.formula لكي تعرف للـ VBA أنك تريد أن تكتب formula ومن ثم أيضا يساوي إشارتي تنصيص وأي معادلة تريد كتابتها، ولا تنسى أن تضع إشارة اليساوي ضمن داخل إشارتي التنصيص. جميع هذه الطرق الثلاثة هي طرق تمكنك من كتابة المعادلة ضمن الخلية. الفرق بين الطرق التي تكلمنا عنها وهذه الطريقة أنك ستشاهد في الخلية المعادلة التي كتبت. لنشاهد الأمر ونقوم بالتنفيذ. تلاحظ أن البرنامج قد وضع في هذه الخلية A1 العلاقة sum من A2 إلى A5، علما أنك لم تقم بكتابة المعادلة بشكل يدوي في ورقة العمل. لاحظ لو قمت بحذف المعادلة، الآن الخلية A2 لا تحوي أي قيمة، ولو ضغطت على الزر نفذ تلاحظ أن الخلية A1 أصبحت تحوي هذه المعادلة.